بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله. التزاما منا بالتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والرامية إلى التنزيل الفعلي والواقعي لجهوية إدارية وصحية بجميع تراب المملكة الشريفة، وتنفيذا لقرارات الجمع العام 73 للتعاضد العامة المنعقد أخيرا بمدينة مراكش، والقاضي أيضا بخلق وإحداث أقطاب جهوية ومندوبيات إدارية وصحية، وتطبيقا أيضا لقرارات المجلس الإداري الرامية إلى تجويد وتحسين وتقريب الخدمات الإدارية والصحية من المنخرطين، واعتبارا أيضا لمضامين المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025 الذي جاءت به الأجهزة المسيرة الحالية، والذي يعتمد العدالة المجالية والاجتماعية كركيزة أساسية في عمل هذه الأجهزة المسيرة، ومواكبة منا أيضا مواكبة من التعاضدية العامة للورش الملكي الطموح الهادف إلى تغطية صحية شاملة لجميع مواطني هذا البلد. نحن اليوم كنا على موعد بتدشين هذه الوحدة الإدارية والصحية المتميزة بإقليم الناظور. هذه الوحدة الإدارية والصحية التي سيستفيد منها منخرط التعاضدية العامة وأيضا منخرطي التعاضديات الشقيقة، بالإضافة إلى الخدمات الإدارية التي ستسديها، هناك خدمات طبية خاصة على مستوى طب الأسنان وكذا الفحوصات الطبية بمختلف التخصصات. أيضا هناك خدمات إدارية ستشمل خدمات إدارية إلى الأمس القريب كانت حكرا على العاصمة الرباط، مثل المراقبة الطبية، مثل قسم التغطية وقسم التحصيل. هذه الخدمات التي سيتم نقلها تدريجيا إلى هذه المناطق جهويا سيمكننا إن شاء الله من تحقيق نسبة 80% من تدبير هذا الملف على المستوى الجهوي في الوقت الذي كانت هذه النسبة حكرا على الرباط. ونتمنى من الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن ظن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأن نكون عند حسن ظن منخرطي هذه المؤسسة النبيلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.